أيها الأحبة، ودار الزمان دورته، وأكمل العام مدته، وينزل بين ظهرانينا من جديد شهر الرحمات والبركات والعطايا والهدايا والتحف والمنح. من جديد يأتينا رمضان برحماته، بمغفراته، بكل ما فيه من عطاء الله اللامحدود، بكل تجليات المولى الجمالية التي تغمرنا جميعاً بلا استثناء، بل لا أتجاوز القول إذا قلت بأن نفحات وتجليات ورحمات وبركات وأسرار وأنوار رمضان تعم العوالم والأكوان، تعم الإنس والجان، تعم الجماد والنبات. فطوبى لمن استعد فيه فاستمد، وطوبى لمن طهر الأسرار فحلت فيه الأنوار، وطوبى لمن أقبل على الله بالقلب حتى ينال تحف الرب، وطوبى ثم طوبى لمن فهم رمضان، لمن أحسن التعامل مع رمضان، لمن أحسن توظيف رمضان، لمن أحسن استثمار رمضان حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وويل ثم ويل، بل مبال في وبال لأولئك الذين يمر عليهم الشهر من جديد، يمر بخيره، يمر بنوره، يمر بكل هذا العطاء، ولكنهم يبقوا في الغفلة سادرين، ويظلوا على اللهو عاكفين، فلا يتغير فيهم شيء، فلا قلب يتطهر، ولا نفس تتزكى، ولا عقل يتفتح، ولا روح تسمو، ولا أخلاق تتبدل، ولا قيم في الاجتماع نرى معالمها تتبدل. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ويل لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، لأن رمضان فيه كل مقومات المغفرة، لأن رمضان فيه كل الأسباب التي تدفعك دفعاً إلى باب الله، وتجعلك تلازم أعتاب الله، وتنطرح على بابه، وتربط قلبك به بمدد السماء، وتنتصر على ثقلة الطين والأرض والتراب، وتحلق عالياً يا عبد الله، تحلق عالياً فوق الشهوات وفوق المشكلات، فوق الشحناء والبغضاء، فوق الكراهية والأحقاد، فوق النزاع والافتراق والشقاق والنفاق، فوق كل ما يسبح فيه بل يغوص فيه أهل الطين والتراب وأهل الفانيات التي تعلقوا بها.